السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي أخواتي داخل وخارج الوطن، إن شاء الله لكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. إخواني أخواتي، فكما هو معلوم المغنية تتابع عند طبيب نفساني بسبب الحالة المتدهورة والاكتئاب الحاد اللي كتمر به، خصوصا بعد علم الخبر اللي كان يعني الاعتداء ديال الأستاذ مديم داخل المؤسسة السجنية بالودايا. وهذا الخبر اللي نزل كالصاعقه على المغنيه لكونها هي زعيمه العصابه الحمزه مومي بيبي، والطريقه يعني الذكيه اللي كانت تحاول انها تنتقم من الاستاذ مديني، يعني بطريقه ربما نقدروا نقولوا ذكيه، وانها ارسلت يعني شي وسيط لذاك الموظف باش يتم التصفيه ديالو الجسديه من داخل المؤسسه السجنيه. فالزوج ديالها اخواني اخواتي اللي كيسارع الزمن من أجل حصولها على البراءة، فالأنباء المسربة من وسط العائلة ديال هذه المغنية يعني أنها سوف تستغل ديك الشهادة الطبية اللي غتحصل عليها من الطبيب اللي هو أصلا من المعارف ديالها. فهذه الشهادة إخواني أخواتي، الشهادة الطبية هي من أجل أن تثبت للمحكمة أنها مريضة نفسية. فهذا هو يعني الحل الوحيد، وهذه الخطه اللي كيحاولوا انهم يقوموا بها باش يثبتوا انها راهي مريضه نفسانيا، وبالتالي غيتم اعفائها من هذا الحكم او من هذا العقوبه السجنيه اللي هي اصلا تنفذت عليها ابتدائيا واستئنافيا، وكيبقى الا محكمه النقض اللي غتثبت في هذا الطلب بعد ما قام يعني المحامي ديالها يعني طلب باش يثبت في هذا الملف حتى يتم يعني يكون واحد القرار نهائي بهذا الحكم. فصراحه هاد السيد اللي كتحاول انها تبين انها مريضه نفسانيه، فعلا هذا كله خطط، خصوصا وظهور حساب كوكو بيبي. هذا الحساب جديد راكم سمعتوا به، مجموعه من القنوات كوكو بيبي اللي كيتزعموا واحد الجمعاوي، ما بغيتش نذكر الاسم ديالو، فمع الايام غتعرفوا شكون هو، راكم عارفينه، هو اصلا واللي خلق واحد الضجه كبيره بعد ما كنا كنظنوا هذا السيد انسان كيفعل الخير، ولكن كل الدلائل كتبت انه فعلا مورط متورط مع العصابه ديال حمزه مومي بيبي. صراحه شي كنتاسفوا ليه، وكنشوفوا هاد الناس اللي كيحاولوا يستغلوا يعني الناس الفقراء، وبالتالي يعني كيقوم بالتجارة بالبشر، وهذا يعني مخالف للقانون وكيتعاقب عليه. فكنتمنوا ان الدولة المغربية يعني تكشف على هؤلاء العصابة حتى يتم تحد من نزيف هؤلاء. وحتى هناك انباء اخواني اخواتي عن قيام يعني هذه المغنية بوساطة في حالة تم إصدار قرار الاعتقال المغنية، أن يتم دفع واحد الكفالة مالية كفيلة يعني بإعفائها من السجن. فصراحة شنو هاد الشيء، يعني كنشوفوا هذا يعني خرق للقانون، يعني إذا تم فعلا أن هذه المغنية أعطت واحد المبلغ مالي من أجل يعني الاستفادة من الإعفاء، بالرغم ان حتى تسريب واحد المعلومات ان هذه المغنيه يعني غيتم تجريدها من الاوسمه في حاله الاعتقال ديالها، وهذا الشيء اللي كتخاف منه. ربما ان ديك الاوسمه هي كحصانه لهذيك الافعال اللي كتقوم بها، وكتقول انني ما يمكنش انني يعني كتعتبر راسها بحال البرلمانيه، فما يمكنش ان يتم الاعتقال ديالها، وان الوسام يعني راه نعم عليها صاحب الجلاله بها تحت اسم الاسره ديال فاطمه. اخواني اخواتي، بخصوص المديمي، بخصوص المديمي الله يطلق سراحه، اللي شنا يعني مؤخرا يعني بعد الاعتداء الشنيع من طرف الموظف اللي كان كيحاول انه يصفيها لي بديك الطريقه، ولو انه تعامل معاه باستفزاز باش يزيد يمرضه، بالرغم ان هذا الاستاذ ميديمي راكم عارفين انه عنده عجز ديال 35%، راه داير الحديد في الرجل ديالو يعني في الجسم ديالو كامل، فكيف يعقل ان هذا الموظف ما احترمش اصلا يعني المديمي؟ لان هذا الانسان فهو رئيس، قبل ما يكون انسان فهو رئيس
المركز الوطني لحقوق الانسان. على اي نرجعوا للموضوع ديالنا، ان كما ذكرت المحامون ديال الاستاذ المديمي كيقدم واحد ملتمس الى الديوان المظالم من اجل الكشف على الكثير من الامور الخطيره، خصوصا الاستاذ كما ذكرت الاستاذ المديمي كان تعرض للتصفيه الجسديه، محاوله التصفيه الجسديه من داخل المؤسسه السجنيه. يعني صراحه هذه الشكايه اللي غيتم رفعها للديوان المظالم، غيتم بث فيها ولا غيتم الكشف عن هذه العصابه، وشكون يعني اللي رسلهم، شكون اللي رسل لهذا الموظف باش يقوم بهذا العمل الشنيع بحق الاستاذ المديمي. فصراحه هاد الناس اللي كيحاولوا ينتقموا من هاد الاستاذ بعد علمهم فعلا انه موضوع يعني تحت يعني في اللائحه ديال الناس اللي غيستافدوا من العفو الملكي، اللي غينعم عليهم الله، اللي غينعم عليهم صاحب الجلاله بالعفو الملكي. وهذا الشيء اللي ما حملوش، وهذا الشيء يعني صراحه بغاو هاد السيد يبقى في ديك الحبس حتى تمشي. لانه علاش؟ لان هاد الاستاذ المديمي عنده واحد الاسرار خطيره، راه ملي غيخرج انا على يقين انه غيفضح المسؤولين، وعنده دلائل اللي غتكشف على الفساد ديال هاد القضاء، الفساد ديال هاد الناس، ديال الفساد الناس ديال مدينة مراكش، ديك المسؤولين وديك الناس ديك ما كنشوفو اللوبيات ديال العقار، وزيد وزيد انهم بغا يصفيوها لي باش يبقى ديك العلبة السوداء معاه، يعني يمشي ويموت مع هذيك العلبة السوداء، وبالتالي غيتهناو. فحتى المغنية اللي كتحاول تنتقم هذا الأستاذ المديمي أنه هو المفجر الأول لهذا الحساب. فأنا على يقين الأستاذ المديمي راه ماشي رفع هذيك الشكاية ضد المغني، وإنما ضد الحساب حمزة مون بيبي، وهو اللي كان الناس الأوائل باش يعرفوا الحقيقة، باش يعرفوا الحقيقة. بالتالي راكم شتو هاد العصابة اللي الأغلبية ديالو تحكموا، وبقات يعني ربما شي جوج الناس، واحد يعني راه في أمريكا سيمونا اللي خارج، يعني مابقاش كيرجع أصلا لبلاد المغرب خوفا من الاعتقال، من بعد ما كانت واحد توضعات واحد المذكرة بحث الانتربول من أجل القبض عليه والبحث في هذه القضية. كذلك المغنية اللي كينتظرها هذا الاعتقال، ولو ان المحاولات ديال هاد الناس اخواني اخواتي، ان الله يمهل ولا يهمل، فغتبان الحقيقه، غتبان الحقيقه، وان شاء الله الحريه للاستاذ المديمي واطلاق السراح ديالو عما قريب ان شاء الله. فهاد المغنيه اللي كتحاول انه مره اخرى يعني ترفع هاد الشكايه ضد هاد اليوتيوبرز من اجل اسكات الافواه، فهاد الشيء اللي ما نقبلوش صراحه. فحتى لا اطيل عليكم اخواني اخواتي، ما تبخلوش عندنا باللايكات ديالكم يعني الاعجاب، وكذلك الاشتراك في القناه باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.